رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكون العبد في السماء ولا في الأرض مؤمنا حتى يكون فضولا، ولا يكون فضولا حتى يكون مسلما، ولا يكون مسلما حتى يسلم الناس من يده ولسانه، ولا يسلم الناس من يده ولسانه حتى يكون عالما، ولا يكون عالما حتى يكون عاملا بالعلم، ولا يكون عاملا بالعلم حتى يكون زاهدا، ولا يكون زاهدا حتى يكون ورعا، ولا يكون ورعا حتى يكون متواضعا، ولا يكون متواضعا حتى يكون عارفا بنفسه، ولا يكون عارفا بنفسه حتى يكون عاقلا.